ديك الكاراتي اللي غيكون معنا مدير الدوره سي محمد السكوري، مدير دوره الاوبن فاس ديال الكاراتي اللي غتلعب في شهر سبتمبر المقبل. فاس اش يرجع معكم مستمعي كان فقره ما كاينش غير الكره. جوابا على السؤال ديالك سي كريم، هذه المبادره ديال تنظيم الدوري الدولي المفتوح للكاراتي بمدينه فاس كتجي تابعه لواحد الاستراتيجيه اللي كتنهجها الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي برئاسه سي محمد مقتابيل، اللي كيرجع له الفضل الاكبر في يعني في النهوض وتطوير رياضه الكاراتي بصفه عامه وتعميم تنظيم هذه الدوريات الدوليه المفتوحه بالمملكه. على غرار كاين هناك تنظيم كاس محمد السادس الدوليه بالرباط اللي صبح من الاربع الاوائل، يعني الدوريات من الاربع الاوائل شكون ابل البرومير ليغ اللي كتعتمد لا دوبل في كاي يعني الفيدراليه الدوليه للكاراتي في تصنيف الابطال لتاهيل الالعاب الاولمبيه المقبله. وهذه المبادره كذلك هي جاءت عن اقتناع من طرف المكتب المسير للعصبه وعلى راسه السي صالح محمد، الذي بدوره ما كيدخر حتى شي جهد في انجاح هذا العرس الرياضي الهام، على اساس ان العصبه يعني فيها واحد العدد كبير من الابطال الكبار والعالميين والقاريين، وكتساهم بنسبه كبيره في المنتخب المغربي لهذه الرياضه، واللي كيحققوا نتائج جد طيبه على الصعيد الدولي في جميع الملتقيات. فبالاضافه الى ان العصبه كتوفر على حكام دوليين منهم عبد الربيه محمد السكوري وكاين السي داود محمد وابطال دوليين كذلك. فمن هنا جات الفكره بان لما لا تنظيم دوري دولي اللي كيلقى بهاد الفئات هذه وبهاد لي كومبيتونس اللي عندنا في العصبه. بالنسبه هاد النسخه واحد النقطه مهمه كذلك في تنظيم هاد النسخه الثانيه لهاد الدوري اتت بعد النجاح اللي عرفته تنظيم الدوره النسخه الاولى من هذا تنظيم الدوري، لا من حيث المستوى التنظيمي او التقني او التحكيم او اللوجيستيك، حيث عرف الدوري الدولي لفاس في نسخته الاولى مشاركه حوالي 600 متباري، منها حوالي 60 مشارك اجنبي كينتميو لخمس دول اللي هي كانت حضرات في السنه الفارطه اسبانيا البرتغال بلجيكا فرنسا وهولندا، وحضور ثلاث حكام دوليين اجنبيين وعشرة حكام دوليين مغاربه. الشيء اللي دابا كنطمحوا له هو مضاعفه هذه الارقام بصفه عامه. مضاعفه هذه الارقام بصفه عامه بالنسبه لكم، واش كاين الان دي بريفيزيون على الدول اللي قدروا يجيو يحضروا لهاد لا دوزيام اديسيون ديال هاد لوبن دو فاز؟ بيان سور كاين دي بريفيزيون واكثر من لي بريفيزيون الحمد لله. فكما قلت لك النجاح اللي عرفته النسخه الاولى، فالدول المسجله لحد الان والمعبره عن رغبتها في المشاركه في الدوري الدولي المفتوح للكاراتي بفاس النسخه الثانيه، فهي الحمد لله دابا كتنتمي لاربع قارات، وهذه سابقه في تاريخ الدوريات في تنظيم الدوريات على الصعيد المغربي، بحيث انها كتنتمي لافريقيا اسيا اوروبا وامريكا. فكاينه اللي دابا تسجلات وعبروا على الرغبه ديالهم وقطعوا ليبيا ويعني كونفيرمي هما مصر قطر السعوديه الجزائر تونس والامارات، ومن اوروبا كاين اسبانيا والبرتغال ايطاليا بلجيكا وفرنسا، ومن امريكا كاين الشيلي اللي عبروا على الرغبه ديالهم في القدوم، وديجا راهم حجزوا لها الفندق ولا كل شيء 20 فرد من المنتخب الوطني الشيلي. ومن هنا كنتوقع ما يفوق عن 100 مشارك اجنبي خلال هذه النسخه، في حين كما قلت لك نهز 60 مشارك في السنه الفارطه. داكوغ 100 تقريبا كنقدروا وكتقدروا انه يكون حاضر تقريبا 100 مشارك من دول اجنبيه، اكثر من 100 مشارك أجنبي من اربع قارات، وهذا حدث كبير احتضنوا مدينه فاس. بالنسبه للابطال المغاربه ديالنا كاين فكره على الابطال المشاركين سورتو الحديث على البطل ديالنا واش غيكون حاضر في هذا لوبين دو فاز؟ بيان سيغ نهضر لك شويه على الحضور الوازن خلال هذه الدوره ان شاء الله، فهي غادي يكون واحد الحضور فيما يخص سورتو المدربين والابطال العالميين. فبالنسبه نخليو المغرب هو الاخر ونعطيك الابطال والمدربين اللي غيحضروا من الصعيد الوطني. فمن مصر مثلا
كاين محمد ابراهيم هو بطل سابق، محمد ابراهيم سالم اللي هو بطل سابق معروف وهو المدرب الحالي للمنتخب المصري للكاراتي، وغيكون يعني حاضر في المنتخب الوطني المصري كبار، من ضمنهم جيانا لطفي اللي كتعتبر من اكبر واحسن بطلة عالمية في صنف التباري حاليا بحيث 8 مرات بطلت العالم التباري. كاين محمد القطبي اللي هو بطل العالم 5 مرات تباري. كاين محمد عبد الرحمن اللي هو معروف كذلك وصيف بطل العالم تباري. وكاين ابطال عالميين مصريين في فئه الاشبال بريتو للشبان وبالنسبه للشبان والفتيان. بالنسبه لاسبانيا فهو حاضر معنا ان شاء الله وديجا الى تو ريزيرفي داميان كينتيرو، راه معروف في مجال الكاتا على الصعيد الدولي بحيث هو وصيف بطل العالم كاتا الحالي من بعد يعني الياباني، هو بطل اوروبا ل 2017 وهو الاول في التصنيف العالمي حاليا كاتا يعني في الرانكين مونديال هو الاول. فبالنسبه لاسبانيا كذلك حاضر الاستاذ الكبير المعروف ايفان ليال اللي هو بطل العالم عده مرات سابق وهو مدرب وعنده نادي كبير في اسبانيا، حاضر بالدوري رفقه واحد من احسن الابطال باسبانيا. بالنسبه لقطر كذلك كاين واحد الحضور وازن على اساس كاين حضور المدرب السابق للفريق الوطني سي احمد مصطفى بحضور الفريق الوطني القطري ديالو. بالنسبه للبرتغال فكاين حضور نونو موريرا اللي هو بطل عنده عده القاب دوليين ومعروف على الصعيد الاوروبي والبرتغالي، فهو بطل البحر الابيض المتوسط الاخير وعده ميداليات على الصعيد الاوروبي الدولي وهذا برفقه ابطال كبار من البرتغال. بالنسبه للمغرب نضموا السؤال ديالك فكاين حضور سيدريس المناني اللي هو مدرب المنتخب الوطني المغربي سابقا واللي كيتعتبر من الركائز الاساسيه لانجاحات الدوري الدولي بحيث هو من كينضم هو من بين لجنه التنظيم يعني المنظمه لهذا الدوري، وهو مدرب للمنتخب الشيلي حاليا ورفقه واحد العدد كبير من المنتخب الشيلي كما ذكرنا سابقا. كما كان توقع حضور اللجنة التقنية كاملة إن شاء الله في هذا الدوري، وهذا عبر عليه السيد حسن فكاك بالمناسبة اللي هو المدير التقني كنظن كتعرفوه مزيان وعنده عدة لقاءات معكم، فهو المدير التقني الوطني وهذه المناسبة كنهنئوه المنصب ديالو الجديد كمدير تقني للجنة الأولمبية، وهذه إضافة كنظن نوعية بالنسبة للكاراتيه المغربي. بالاضافه كاين في اللجنه التقنيه كاين السي صلاح مسناوي اللي هو المدرب الحالي للمنتخب المغربي رفقه عده اطر مغربيه كمنير افقير بلغماني هشام عبد الاله الفضيلي وهذا شرف كبير لسميتو كينتمي للعصبه ديالنا يعني لفاس، وبوجود مدرب بهذا الطيله هذه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. وكاين الاخت صوفيا الغاي واخرون عده اطر. فيما يخص الابطال كما قلتي على راسهم سي اشرف اوسن اللي هو بطل العالم 2015 اقل من 21 سنه ووصيف بطل العالم كبار بيلينز 2016 بالاضافه الى عده القاب اخرى. كاين ياسين السكوري اللي هو وصيف بطل العالم في جاكرتا 2015 وبطل البحر الابيض المتوسط في نفس السنة. كاين خولة أحمد اللي هي وصيفة بطل العالم في نفس بطولة العالم في جاكرتا. فكاين الهاني محمد اللي هو وصيف بطل العالم كاتا ببطولة العالم الجامعية 2016. كاين بوجدي عبد الإله الحاصل على عدة ألقاب دولية وقارية وهو اللي كان كيتبع على عرش رانكين مونديال لسنة 2016 بالنسبة للكبار أقل من 67 كيلوغرام. كما ان هناك ابطال اخرين من العيار الثقيل في رصيدهم ميداليات على الصعيد الدولي، واذكر على سبيل المثال لاحظوا لانه كتاب الحمد لله دابا في المغرب كاين امكناسي عبد السلام ساكين بطوله العالم وبطل البحر الابيض المتوسط، كاين ايوب زكريا ساكين بطوله العالم وعده القاب، كاين عيشه السايح
اللي قبضت لابونيير ليغ. كاين من العصبه ديالنا كذلك كاين ايا الناصري في الكاتا، بوهميره بلال، رضا هني العراقي، عبد الرحمن واخرون اللي داروا بوديوم كلهم في مؤخرا في فرنسا في لوبون ديال اوغليون. وكاينين عده ابطال يعني اللي كينتميو لعده عصر اللي ما يمكنليش دابا نجرب يعني الاسماء ديالهم. الحمد لله عندنا كوتر، وهذا هو الهدف، بحيث التنظيم ديال هذا لوبن هو بالاساس ديالو هو تقريب الابطال العالميين للابطال للابطال الوطنيين. وهذه كانت استراتيجيه ديال الجامعه واللي كتنهجها الموازات العصاب ديالنا الحمد لله، واللي عطات الاكل ديالها في هذا المجال هذا، بحيث دابا ولا العكس، ولاو الابطال العالميين والابطال ديال دول اخرى والتي هي كتبغي حك يعني مع الابطال الوطنيين اللي حقاش المغرب الحمد لله ولا من ضمن العشرة إلى ما قلناش دابا الخمسة الأوائل على الصعيد الدولي رياض الكاراتي سواء كاتا أو تباري. وهذا كيجعل منه يعني ولا قطب للعالم كله في رياض الكاراتي كيبغي يتقرب منه ويخدم معاه هذا الرياضة ويتقرب على الخبرة ديال المدربين ديالو ولا بالأبطال ديالو. الحمد لله السياسة هي غادية في تزايد مستمر الحمد لله. الحمد لله، كنشكرك جزيل الشكر سي محمد سكوري مدير لوبن دو فيز دو كاراتي اللي غيتنظم النسخة الثانية ديالو بطبيعة الحال لأيام 24 و 23 من شهر سبتمبر المقبل. شكرا جزيلا، نتمنى واحد موفق الأبطال ديالنا المغاربة في الرياضة الكاراتي. سكوند إلا كانت مزالة. مرحبا. غير واحد الخبر بخصوص مجال التحكيم. فلأول مرة في الدورية حضور وازن اللجنة الدولية للتحكيم اللي غادي تقوم في لافي ديال في ليله 23 و 24 على هامش تنظيم هاد الدوري، تنظيم تدريب في التحكيم لفائده الحكام والمدربين من تاطير عضو اللجنه الدوليه للتحكيم المغربي السيد زيتوني تيوت، وبحضور عضو اللجنه الدوليه للتحكيم المصري محي الدين. فهنا كنسجلوا الحضور ديال اللجنه الدوليه للتحكيم لفائده الحكام الوطنيين وفائده الحكام بالجهه، يعني نبغيو كل شيء يستافد من الحضور ديال هادو من تنظيم هاد التدريب هذا. كما ان هناك حضور دوليين، حكام دوليين كذلك من ايطاليا اللي عبروا على الرغبه ديالهم الان وهم حجزوا ديجا لي شوز ديالهم من ايطاليا والبرتغال والامارات ومصر، اضافه الى الحكام الدوليين المغاربه اللي كيناهز حاليا 13 حكم دولي. ويعني وهذا ماشي ساهل بالنسبه هذا كيخلي يعني المغرب الحمد لله الان دوله رياضه الكاراتي بامتياز. كما نسجل حضور المسؤول الاعلامي ديال دبليو كي اف كزافي اللي جاي من فرنسا، هو المسؤول على الاعلام بالفيدراليه الدوليه يعني للكاراتي، واللي هو غيقوم بالترويج الاعلامي للدوري على الصعيد دبليو كي اف. ومن هذا المنبر كنشيد بالمسؤول الاعلامي ديال الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي السي ساقية عبد الرافع، اللي هو بدوره كيقوم بواحد العمل جيد في الترويج الاعلامي لهذا الدوري. وكنشكر جميع الفعاليات اللي كتشجع واللي كتقوم يعني بدعم هذا، وكذلك لي سبونسور اللي كيقوموا بدعم هذا الدوري هذا. اللي لا سما الا نسينا شي اسم ولا هذا راك عارف الاعلام يسمحوا لنا لا مجال باش نذكروا جميع الاسماء. سي محمد مازال غتكون عندنا فرصه باش نذكروا اسماء اخرى، لانه بدون اي شك انهم قاموا مواكبين لوبين دو فيز ولا دوزيام اديسيون ديالو غتكون لو 23 و 24 سبتمبر. شكرا جزيلا مدير الدوره محمد سكوري لكل هذا التوضيحات. الدوري مفتوح لرياضه الكاراتيه في النسخه ديالو الثانيه ايام 23 و 24 سبتمبر.